قام وزير التنمية المحلية بزيارة إلى مدينة وادي النطرون بالبحيرة لمتابعة الجهود المبذولة لتطوير وتنمية مسار العائلة المقدسة وتفقد عدم من نقاط المسار. وافتتح الوزير برفقة محافظي البحيرة معرضا لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومدارس التعليم الفني ومنتجات السجاد اليدوي برشيد، بالإضافة إلى جناح خاص بمنتجات أديرة وادي النطرون.